بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو إبراهيم في دورة الاسكتش أب برو 2019. اللهم إني نويت أن أهب مثقال ذرة علمي لوجه الله وصدقة جارية على روح أمي. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أمين. اليوم إن شاء الله هتكون المحاضرة الثانية في دورة الاسكتش. هنتعرف فيها على حاجات مهمة، وهنتفرج على البرنامج ده بيقدر يطلع لنا شغل عامل ازاي في المجال المعماري، يقدر يخرج مشاريع ويقدر يعمل حاجات كتير. ولكن لازم تفهم الأساسيات أو الأدوات اللي بتستخدمها علشان تقدر تنتج بيها اللي حضرتك عاوزه. هنتوجه إلى البرنامج. أنا هروح للأيقونة اللي بثبتها في التسك بار، أضغط عليها، بيجيب لي الانترفيس الخارجي زي ما عرفتوه في المرة اللي فاتت، اللي هو بيبقى اسمه فايلز، بيتكون من جزئين. أول حاجة التمبليتس، وتحت المشاريع بتاعت حضرتك بتظهر في الريسنت فايل. اللايكت التمبليت ده بتاعي بتاع العصابة كلها زي ما انتوا عارفين. وهنا المشاريع، خلينا نختار مشروع مثلا البيت ده، أعمل سيلكت عليه. بيبدأ البرنامج يفتح الانترفيس الداخلي وبيحمل التولز كلها. التولز كلها فوق وعلى اليسار ومن تحت وعلى اليمين. المساعد الخاص بيا زي ما قلت لكم، سميه زي ما يعجبكم. ده مثلا مثال بسيط للدورة بتاعتنا، دورة مهندسين معماري، ازاي يستخدموا السكتش عشان يعملوا حاجة زي كده، تعمل مشروع بيه، وتقدر تعمل مساقط أفقية، وتقدر تصدرها للاي اوت وتستخرج رسومات تنفيذية. طبعا علشان تقدر تعمل حاجة زي كده، هي مثلا الشكل او الستايل ده بناء على الاعداد ده اللي هو المونوكروم. لو اخترت اللي جنبه اللي هو شيدد ويز تكتشرز، لو اخترته هتلاقي التكتشر ظهر، الماتيريالز. ولو انا عاوز اشوفه هيدن لاين، دي اول حاجة في التولز مثلا تبقوا عارفينها. المرة اللي فاتت ركزت لك على الفايلز، خليت المحاضرة اشرح لك كل حاجة علشان انت لو حابب تكمل تعمل زيي. حسب الاسم بتاع التابس، علامات التبويب، تقدر حضرتك تعرف هيبقى فيها ايه. عرفنا الفايلز، كل حاجة تخص الفايلز من اول ما بفتحه واسيبه واصدره للاي اوت والباثات والاكس. ركزت لك على كام حاجة مهمة زي اللاي اوت، سند تو لاي اوت، ان انت ازاي تطلع رسومات تنفيذية، لأنك مش هتعرف تطلع. لو اديت حد الرسمة اللي هي زي دي المجسم مش هيستفاد بيها، لأن معلهاش أبعاد فمش هيعرف ينفذها لك. ركزت لك على حاجة برضو اسمها اللوكيشن. طيب كان ايه فايدة اللوكيشن ده؟ فايدة اللوكيشن ده علشان انت بعد كده المبنى بتاعك اللي هتعمل له سكتش او كرييشن او نمذجة، محتاج تعرف الموديل ده اللي انت هتنشئه يعني هيبقى في انهي مكان. فلما هتوصل ان انت حددت اللوكيشن، تقدر تحدد اللوكيشن علشان تعرف طبيعة الشمس هتشرق ازاي وتظبطها عشان الظل والنور. ارجعوا للمحاضرة الخاصة، اخر محاضرة نزلت في الدروس البروفيشنال اند ادفانسد في الريفت، القايمة دي اخر درس نزل عن الشمس ودراستها وتحليلها. الدرسين دول مرتبطين ببعض، فعشان كده ركزت لك على شوية حاجات. بعد كده التابس اللي موجودة دي هنتعرف عليها أثناء الشغل، يعني مش همسك لك بقى الإيديت وأشرحها لك زي المرة اللي فاتت. أنا ركزت لك هنا عشان كان فيها حاجات مهمة. مثلا التابس اللي اسمها إيديت، هتلاقي القط والحاجات، الأوامر اللي هي تخص الإيديت، التعديل، زي القطع والكوبي والبيست والديليت وسيلكت أول، والحاجات اللي تخفيها وتظهرها إزاي، هايد وأن هايد، اللوك وأن لوك كده، تمام. مش بس كده، هنلاقي بقية التابس مثلا اسمها فيو، يبقى يقول لي انت ايه اللي بيظهر في الفيو عندك. مثلا الاكسس، الاكسس اللي هي اكس وواي وزد، وبيقول لي الجايدز، الدليل، في دليل بيساعدك. بيقول لك برضك لو حابب تظهر اي حاجة في الفيو زي ايه، مثلا شادو، لو حابب تعمل شادو، خليني اخرج كده وارفع لك كده شوية. مثلا لو اخترت الفيو، اي اعداد في الفيو، شادو، بصوا كده قدرت اظهر ايه، الشادوز اللي هو بتاع الشمس، بس ده بيتقل الفايل، خلي بالك. فأي تابس من فوق دي من اسمها تقدر تفهم هي هتوصلك لإيه. شادوز ممكن أعمل فوج،
ضباب، بصوا كده بقى في ضباب، الملف هيتقل اكتر. مش مستحب انك تفتح الاتنين دول، بس انت لو عايز تعرف هما فين، هما كده مظبوطين. بناء على ايه؟ بناء على اللوكيشن بتاع المكان ده. لو فتحت اللوكيشن، ادي اللوكيشن، عايز احط لوكيشن للمشروع ده مثلا، سيرش، وقف لي على القاهرة اخر حاجة. لو مثلا عاوز ادور على مكان انا عارفه، اعمل زوم ان، اخترت دي، سيلكت ريجون، الريجون مثلا الموقع كده، ماشي خلاص. يبقى انا كده هياخد شمس المكان ده، حددت له لوكيشن. فعشان كده الشمس اللي بره لما اظهرنا الشادوز، هو ده الاعدادات بتاعتها، خد الشمس بتاع المنطقة دي، منطقة اللي هي في ايجيبت ايا كان ايه هي. يبقى كده الفيو كده. بعد كده الكاميرا، الاعداد ده مهم جدا وركز فيه. الكاميرا دي بيقول لي ان انت كأنك ماسك كاميرا اهو، الحركة اللي انا بعملها دي اللي هي روتيت ارك، بعمل روتيشن روتيت ارك على شكل ارك مثلا، سواء كده او سواء كده او سواء كده. بعمله ازاي؟ بعمل هولد على السكرول ويل، بعمل هولد فبتظهر دي، واقوم عامل كده. ولو انت مش عايز تحفظ، هتلاقي التولز الخاصة بكده هنا كلها، اللي بتتحكم في النافيجيشن، تحريك المجسم وكل الكلام ده. اللي انا اخترتها ايه؟ الاوربت، جنبها البن، جنبها الزوم، جنبها الزوم ويندو، جنبها زوم اكستندس، بعد كده اخر حاجة البريفيوز، يعني اخر حاجة انت كنت عاملها. اخترت بريفيوز دي، ده اخر وضع يعني. ولو اخترت دي، الاوربت اهو جاهز، مش محتاج اعمل هولد، هو بقى جاهز، واعمل سيلكت اخرج منه. لو اخترت البن، البن اللي هو كأن ايد ماسكة كده. لو اخترت الزوم اهو، بدوس كليك شمال لفوق فبيقرب، كليك شمال والورا بيبعد. زوم ويندو، عايز اركز على حتة، بعمل ويندو فيقرب لي ليها على طول. كزوم اكستند، بيعدل لي الوضع. فأي تحكم يعتبر هتلاقيه في ايه؟ في عجلة الماوس سكرول ويل، زي الاوربت ارك، زي البن. البن عشان تعمله تعمل هولد وتدوس شيفت، فكده اهو مثلا. طيب دي كده النافيجيشن، اللي هي مثلا حاجة زي الكاميرا كده. دي لما نيجي نفتح كده، بتلاقي هو واقف لك على خيار واحد، ستاندر فيوز، اللي هو انت واقف في انهي وضع، اللي انت مثلا بتظهرها من هنا، بتدوس كليك يمين. ما يخص ايه؟ الفيوز، دور معايا على الفيوز اهي. الفيوز دي اللي هي الفيوز دي اللي انا جبتها من كاميرا هنا، ستاندرد فيوز. عايز تبص على الشكل ده توب ولا بوتوم ولا فرونت ولا رايت ولا ليفت ولا ايزو. من اهم الخيارات الخاصة في الكاميرا الوضع اللي هو واقف عليه ده، اللي اسمه برسبكتيف. برسبكتيف يعني معناه ايه؟ يعني الوضع اللي هو شايفه ده هو وضع ثلاثي الابعاد، منظور، ولكن معتمد على رؤية الكاميرا. كاميرا برسبكتيف، خليك مركز كده. لو انا اخترت مش عايز برسبكتيف، عايز اقول له انه يبقى باراليت، متوازي. خلي عينيك مركزة على الازرق اللي هو الزد، وعلى الواي، وعلى الاحمر اللي هو الاكس. انا هختار الخيار الاولاني. بصوا كده في حاجة اتغيرت كده، بقى شكله باراليل، متوازي. الخط ده متوازي مع الجنب بتاع الشاشة، والخط ده بقى متوازي. يعني باختصار، فاكرين الوضع اللي هقول لكم عليه؟ هبص من التوب. فاكرين لما قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت ان انا لما ابص من التوب هشوف الاكس والواي، ومستحيل اشوف الزد، عشان الوضع بتاع الكاميرا دلوقتي بقى اسمه باراليل. طب خليه برسبكتيف، بصوا كده. فاكرين قلت لك مستحيل تبص على الاحداثيات الثلاثة من التوب فتشوف الاكس والواي والزد؟ مش منطقي انك تشوف الزد. وصفيا ده بيبقى نقطة، لان انت عمودي عليه. لكن لو خليت هنا الوضع اللي اسمه بارالل، متوازي يعني، اهو مستحيل اشوف الزد. فدي اوضاع الكاميرا اللي هي كده دي، وده افضل عشان ما يروشكش، عشان تبقى فاهم. لانك لو جيت ترسم مثلا خط اهو موازي للمحور اكس كده، كده ده فعلا موازي لمحور اكس، وده شكله موازي لمحور واي، اسف، ده موازي لواي
والخط ده موازي لإكس، ده عشان الكاميرا بالوضع اللي هو البارالل. طب خليه برسبكتيف، بصوا كده تحس ان فيها تهريبة، ده هو موازي لده بس شكله مش منطقي عشان الكاميرا اللي بتبص بيها الاوبشن يعني، وده تمام. ففي الكاميرا دي اهم الاعدادات دي اللي هو البارالل والبرسبكتيف، وفي تو بوينت برسبكتيف كده اعتمد على تو بوينت، لا انا هخليه دايما على البرسبكتيف عشان ارتاح، بس اللي هو احس انه مش متوازي اه، ولكن انا افضل ليك بما انك مبتدئ عشان ما تنساش الحتة دي خليه على الوضع البارالل، انا اسف بارالل لو مش عارف انطقها، فكده متوازي الخط ده مثلا وكده، وكل الشغل اصبح متوازي على كده. من ضمن الاعدادات المهمة زي ما قلنا خلاص التحكم في الاوربت والبين والزوم، هو واقف على البين مثلا اخر حاجة عشان انا مشغلها هنا مثلا اهي، ولو خرجت منها عايز ادوس ايه سكيب قفلتها اختار سيلكشن ماشي خلاص قفلها هنا، بقيه الحاجات مش وقته. بعد كده الدرو، قلنا في درسنا النهارده هنركز بقى زي ما قلنا المره اللي فاتت هنشرح الدرو اللي بيقدر يعمله البرنامج ده، وايه هي التولز، وايه التعديلات اللي اقدر اجريها عليه. خليني افهمك المبدأ بتاع البرنامج ده عشان تفهمه كويس جدا. طيب انت بتقدر تعمل الكلام ده، طيب عشان تقدر تعمل الكلام ده لو انا عملت سيلكت عليه كده مثلا سيلكت كل اجزاء لوحدها، طيب خليني افهمك المبدأ الاساسي اللي بيقوم عليه اي حاجة زي كده. بيكون عند حضرتك قلم لاين، عند حضرتك قلم هو ده السكتش كله. القلم ده بتقدر تعمل بيه ايه؟ مثلا انا عايز اقرب هنا كده ادوس شيفت مع سكرول ويل اتحكم في البين، وليكن انا عايز اعمل خط بالقلم ده مثلا، ولما اخترته بيقول لي سيلكت ستارت بوينت، يعني اعمل سيلكت عشان تحط نقطة تمام كده. ولما مشيت كده ظهر لي لون احمر، ليه؟ بيقول لي ان انت اون ريد اكسس، يعني كأنك موازي لمحور الاكس اللي هو الاحمر ده، حطيت نقطة همشي كده. وفي هنا لينث لو عايز تحط بارامتر لينث، يعني طول للخط اللي انت هتعمله سواء موازي هنا او لو مشيت كده هتلاقيه معناها انه موازي للاخضر اللي هو الواي، او لفوق اهو الازرق اهو ظهر ان انت هتبقى موازي للزد تمام كده. يبقى الاساس الاول هو القلم اللي معاك ده، بكيت في نقطة وعملت، لو دوست سكيب خلاص مش عايز اختار النقطة دي كده مثلا عشان تبقى شايف الاكس الواي والزد، انا عاوز ارسم بالقلم بتاعي هبقى موازي لده ولا لده ولا لده، جاهز معايا ابك في اي نقطة الامر جاهز، اختار ان انا هبقى متوازي مع الاخضر. لازم تشغل الخيار اللي في الكاميرا اللي انا قلت لك عليه اللي هو البارالل عشان تبقى مرتاح نفسيا، شايف كده الخط انا بحس ان هو متوازي فعلا مع ده اهو، وده متوازي فعلا مع ده، ولو رسمته اتجاه زد متوازي مع ده. لو انت حاسس ان هو فري ومش عايزه كده، الزرار الخاص بالاسهم لو انا مثلا واقف اهو باي زاوية، لو دوست سهم يمين، سهم يمين بالكيبورد بص كده اجبرني انه هيرسم الخط بتاعه مع ده، ما اقدرش العب سواء سالب اكس او مع اكس، ده عشان انا مخزن سهم يمين، سهم يمين اللي في الكيبورد. طب خليني ادوس السهم اللي لفوق، بص كده بقى ثابت مش قادر يتحرك كاني عملت اورث، فاكرين الارث في الاوتوكاد ان انا بحافظ على الافقيه او الراسيه، بصوا كده لما دوست سهم فوق بقى حاجه ثابته وما بيقدرش يلعب معايا اي زاويه لو انا عايز ارسم في اتجاه الزد. طب خليني اختار السهم الشمال، بصوا كده يبقى انا عندي الثلاث اسهم فايدتهم اذا عايز يثبتوا لي حركه القلم بتاعي سواء اتجاه اكس ادوس يمين، ادوس فوق اتجاه زد، ادوس شمال اتجاه واي، يبقى انا قدرت احافظ على الثبات بتاعي افقيا ورأسيا. وهنا اقدر احط القيمة بتاعت طول الخط ده، هنا واقف على الوحدة اللي اسمها سي ام، ليها اعدادات تقدر تظبطها،
هو الديفولت اللي فتحناه او المشروع ده كان بالسنتي الوحدة بتاعته، مفيش اي مشاكل. اكتب القيمة بالكيبورد وليكن 50 سنتي، ادوس انتر، خط اللي اترسم ده 50 سنتي. اخرج كده من الامر، عرفت منين؟ لو حطيت دايمنشن من النقطة دي الى النقطة دي مثلا، اهي حاجة زي كده بيأكد لي ان الخط اللي رسمته ده متوازي، بس عشان صغير شوية، مع الواي وطوله كده. اعمل سيلكت عليه او اخرج من الامر الاول، ادوس سكيب، اخرج من الامر، اعمل سيلكت واروح ارمي الكلام ده فارس. ده كده مثال. طيب اثناء ما احنا بنعرف المبدأ الاساسي للبرنامج وهو الالم مثلا، خلينا نخش على حاجة اسمها انيميشن. انا اخترت فيو تابس، هنزل تحت كده، هنزل الاقي سيتنج الاوبشن، اخترته، فتح لي الموديل انفو مثلا، هلاقي حاجه اسمها اليونتس اهي، يبقى انا اقدر اظبط اليونتس من هنا. بيقول لي اليونتس بتاع حضرتك السنتي، اول حاجه الفورمات ما تلعبش في دي، سيبها زي ما هي، لكن اختار من هنا انت عاوزه بايه، بالمتر اللي هي الام يعني، اخترت بالام. وعاوز رقم واحد بعد العلامة، انا عاوز بعد العلامة من هنا اختار رقمين، اسف، انت بتختار من هنا فبيظهر لك هنا، بيقول لك كده الوحدة بتاعتك بالمتر، وعاوز بعد العلامة العشرية رقمين، اقرب رقمين وخلاص. ده كده انا ظبطت اليونتس بتاع المشروع ده او بتاع البرنامج بمعنى اصح. التكست، اي تكست واخد الالوان دي وكلام كتير، تفحص اللي انت عاوزه من هنا، انا دليتك عليها. اخرج تلاقيها في فيو انيميشنز، تختار سيتنج كده. احنا خلينا الوحده بتاعتنا، نختار القلم بتاعنا، نبك هنا، قلنا فري. لو انا عايز اثبت اتجاه الرسم، عايزه يرسم مع الاكس، اختار سهم يمين، خلاص بقى جاهز اهو. او هدوس سهم فوق، دوس سهم فوق يبقى هيرسم مع الزد، بقى ثابت. هدوس سهم شمال يبقى كده هيرسم مع الواي. وليكن عايز اعمل خط في اتجاه الواي، طوله 30 متر، دوست 30 من الكيبورد، بص الرقم هنا، بص الرقم اللي بيتغير 30، ودوس انتر، رسم لي الخط ده المره دي 30 متر. لو جيت استخدم الادوات بتاعت القياس والحاجات دي، دايمنشن، بك على الحرف، بك على الحرف، بيقول لي ان ده 30 مره دي متر، 30.00 بالمتر، زي ما انا خليت اليونتس بتاعتي، ظبطت الاعدادات بتاعتها. طيب ننتقل للاساس الثاني. الاساس الاولاني للبرنامج انك معاك قلم، تقدر ترسم الخط حسب اي احداثي اكس واي زد، واحسب اي اتجاه وبطول معلوم. طيب الخط ده اللي انا رسمته، لو عملت سيلكت عليه كون لي خط، تمام كده. طيب خط جنب خط جنب خط جنب خط، يعني ايه اللي انا بقوله ده؟ يعني لو رسمت خط تاني كده اهو مثلا موازي للمحور ده، خلاص انا ايدي بقى ثابته وعارف ده، وقمت جاي ماشي كده، فهيديني زي سنابس كده، بيقول لي انت فعلا كده الحرف ده مع الحرف ده، يعني الخط اللي انت رسمته ده لو دوست كده رسمته، ولو دوست كده رسمته كده. الخطوط اللي انا رسمتها دي كلها منتظمة مع بعض، انتوا مركزين معايا؟ طيب انا في الاخر عايز اوصل لايه؟ ان انا خط جنب خط جنب خط جنب خط بيكون لي حاجة مقفولة زي كده، تمام؟ بيكون لي حاجة مقفولة زي كده. انا غيرت الستايل عشان تشوفوا بس ايه اللي حصل، عشان انا كنت على الوضع الهيدن ده، مريح جدا ليا انا، لكن انا عايز اختار ده الشيدد عشان اوريكوا حاجة. لما جيت تاني رسمت اهو خط 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 كده، اول الخط كده مثلا كده كده. طيب الخط اللي انا فهمته ازاي اعمله مع الخط التاني اللي زيه وده وده، كونوا لي في الاخر حاجه كده، لما عملت سيلكت عليها كده بقت ممسوكه كلها مع بعض. طيب اللي اتكون ده اسمه سيرفيس او فيس، تمام كده. واصبح الخط بتاعي ده ما اسمهوش خط بقى، خلاص بقى اسمه ايدج، خلاص خليك فاهم اللغه دي.
انت عملت خط لاين، ولكن في اللغة بتاعة السكتش بقى اسمه ايدج. الحاجات دي مهمة جدا. طيب بدليل لو انا جيت اختار امر اللي بيحرك مثلا، وجيت عند الحرف ده، اقرأ كده الكلمة اللي ظهرت on edge، يعني انت بقيت واقف ايه، مش على خط، بقيت واقف على edge، حرف للشكل اللي ظهر الكون الجديد ده. ولو وقفت على ده اللي هو اسمه فيس او سطح، او سميه اللي يعجبك عشان تبقى فاهم، السطح والايدج اللي هو الوش والخط اللي انت انشأته، تمام كده. يقولك هتقدر تجري بقى التعديل على دولت، ماشي، اعمل بقى اللي انت عاوزه، سيلكت اول والكلام ده. لكن انا عايز انتقل للمبدأ الثالث للبرنامج. انا بعد ما فهمت ان انا اعمل خط اللي هو كده مثلا، خط ده مثلا مثال برضو، بعد ما فهمت ان انا اعرف اعمل خط ازاي، اقدر اعمل من الخط سيرف زي ده. ده الخط اللي هو ايدج، لما كونت كام واحد مع بعض قفلت يعني شكل مغلق بولوجون، فكون لي سيرفس. خلاص كده ده المبدأ الاولاني، رسم خط ثم اعرف احوله. طب المبدأ الثالث، ان انا احول المجموعة دي اللي هي اصبحت ايدج 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 ومعاها سيرفس او فيس، احولهم لحاجة اسمها جروب. يبقى ده المبدأ الثالث. لو محدش وضح لك ده يبقى غلطان. لازم احول المجموعة دي كلها لحاجة اسمها جروب، لان انا عندي اربعة ايدج وعندي فيس، اربعة ايدج وعندي فيس. لو في داتا هنا زي، خلينا كده فوزي مش هيقدر يساعدنا، لا مش هيقدر يساعدني المساعد. لو في سيلكت كده على الكل، فانا ماسك اربعة ايدج بتاع، لازم احول دول لحاجة اسمها جروب. يبقى من خط ثم بولوجون ثم جروب، ادوس كليك يمين بيقول لي ميك ايه، اصنع ايه، جروب، ميك جروب. خلاص، حد عنده اعتراض؟ سيلكت، يبقى انا قدرت امسكهم كلهم. حولت الخط لشكل بولوجون، ثم حولت كل الحاجات المفرطة دي خليتها جروب. لما اعمل سيلكت عليها واجي اعمل موف كده، قدرت احركها كلها، تمام كده. طيب خليني اعمل سيلكت وادوس كليك يمين واقول له اكسبلود، فجر الجروب تاني. لازم تبقى فاهم المبدأ اللي هتشتغل بيه ده. بالقلم بتاع حضرتك ارسم الخط اللي يعجبك بالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده وبالشكل ده، كده بقى براحتي. انا برسم اي حاجة كده كده وكده. عملت بمجموعة خطوط مجرد فيس، بس الفيس لوحده سلكت عليه، لو قلت موف هما معاه، تمام. ليه؟ لان مجموعة الخطوط دي كونت الفيس ده. خلاص كده ماشي. بعد ما عرفت المبدأ الاولاني والتاني، لازم اعمل سلكت على الكلام ده اتنين كليك، فكده ماسك لي ده مع ده. بصوا كده، لو دوست كليك واحدة مسك لي الفيس بس، شايفين الايدج لونه اسود. طب لو دوست اتنين كليك بقى الايدج ازرق. يبقى اتنين كليك بيعمل سيلكت على كل حاجة في الشيء اللي انت بتنشئه. انا عارف ان الكلام نظري وممل ورخم وانتوا عايزين العملي، ولكن ده الشيء التعليم الاساسي اللي بيفهمك كل الكلام ده بني على ايه. انت مش حافظ، انا ممكن اجي اقول لك اهو احنا عملنا الكلام ده، وتعالى اعمل بوش وارفع وقطع وارسم تاني كده واعمل كده وكده وخلصنا. لكن انت حضرتك، انا بكتشف ان في ناس ما عندهاش اصلا بيز، مش فاهمة، مش فاهمة اصلا، مش فاهمة اصلا الموضوع، مش فاهمة اصلا تتحكم فيه ازاي. والله انا خايف على مصلحتك، انت مش هتفرق لو فهمت او ما فهمتش. انا مش محتاج اتعب نفسي واوضح لك تفصيليا. انا قلت لك انا دوري او دورتي بتبقى تقيلة، دورتي بتبقى تقيلة. يعني ايه؟ يعني ما بسيبش حاجة لما اتكلم فيها تقيلة على قلبك اقفل وتفضل وما تتابعهاش. حابب تتابع اهلا وسهلا، مش حابب تتابع برضو اهلا وسهلا بيك، ولكن لازم تبقى فاهم البيز. انا خايف على مصلحتك وعاوز لك الخير، فانت بالقلم ده بتكون خط، الخط بيكون شكل زي كده، عمل لي سيرفس. بعرف منين؟ لو انا جبت اداة زي كده ووقفت عند الايدج ده،
ففهمت ان اسمه ايدج، هو واقف كمان هنا في الميد بوينت، يعني في سنابس. لو اتحركت كده شويه اهو جاب لي احمر وبيقول لي انت على الايدج، ولو وقفت في نص المساحه فبيقول لي حضرتك فين. قرب كده، انا واقف على الفيس. طيب ايدج مع ايدج بيكون فيس، تقدر تعمل بالمجموعه دي انك تقدر تحولها، تدوس كليك يمين عليها يعني سيلكت قول كده، وتقول له ميك جروب، تحطها في جروب. خلاص كده احسن. تقدر لما تيجي تمسح، لو عملت سيلكت على الكلام ده مثلا، لا خليني استخدم ايرز التاني. لو جيت كده وعملت كده، شايف كده، اقدر امسحها كلها مره واحده. تمام. طيب انما هي لو مش جروب كده مثلا، لو انا عملت سيلكت هي كده مش باين لاي اوبشن. لو انا مثلا جيت عايز امسح كده الحرف ده، قدرت امسح الايدج ده، خدت بالك؟ فده فرق انها تبقى جروب ومش جروب مثلا كده. تيجي على الايدج، تيجي على الايدج، شايف في دايره كده في الارث الممحاه الاستيكه يعني، تيجي كده وتقوم دايس يقوم ماسح، او تدوس وتمشي يقوم ماسح. يعني وانت دايس كليك شمال، خلينا فاهمه، انت دايس كليك شمال لو جيت على الايدج ودوست، لكن دي طريقه متعبه جدا. انت محتاج تمسح ده وانا واقف بره، ادوس كليك شمال وافضل دايس عليه وامشي، هتلاقيه بقى ازرق، اسيب يمسح تاني، افضل مخزن على كليك شمال واقوم رايح على الشيء اللي عايز يتمسح، بس ابقى مركز بقى لونه ازرق، اسيب اتمسح. برضو ده مبدأ رابع، زي ما عرفت حضرتك بالقلم تعمل خط وتعمل بولوجون، تعرف ازاي تمسحه وتقدر تحوله لجروب. طيب خلينا نشوف الكلام ده على الشغل بتاعنا ده، رجعه تاني للوضع الهيدن مثلا، وخليني الف كده شويه مثلا، وخليني اعمل سيلكت على حاجه. لما عملت سيلكت على الشجره ده، الشجره دي لما عملت سيلكت عليها دي مجموعه خطوط زي اللي انت هترسمها دي، بس المره دي بلوك، هي مجموعه خطوط لو انت واخد بالك، ولو حتى خليتها اللي هي كده مثلا شكل الورق، يعني خطوط واخده ماتيريالز، بلوك جاهز اصله برضو كان سكتش، بس المره دي لما عملت سيلكت هو ليه مسكهم لي كلهم؟ هم مجموعه خطوط، مش انت بتقول مجموعه خطوط؟ بس ما اعمل لهم حاجه تانية. لو دوست كليك يمين هفهم من الكلام اللي هنا ان دول عباره عن ايه. بيقول لي edit component، عارف ده معناه ايه؟ يعني بعد ما تعمل حتى جروب، لو انا مثلا عندي جروب اقدر اعمل سيلكت عليه، لو الست دي مثلا او العربيه دي، العربيه دي برضو هتلاقيها component. خليني اجيب حاجة عشان افهمها لك تاني، كومبوننت، خليني اجيب الشخص ده، خليني اجيب البنت دي. لو انا عملت سيلكت على الاتنين ودوست كليك يمين هقول له اصنع لي ميك جروب، بصوا كده الاتنين اصبحوا في جروب. لو عملت سيلكت عليهم وجيت مثلا احرك، اتحركوا مرة واحدة مش شرط امسك واحد واحد. طيب لو انا مثلا كده مثلا، طيب خليني اوريك حاجه، لو انا الشخصين دولت انا عملتهم في جروب، عملت سيلكت عليهم ودوست كليك يمين، عملت سيلكت يعني عليهم ودوست كليك يمين، فقلت ميك جروب. المره دي هقول له اعمل ايه بقى، انسخ لي من دول كذا حاجه، اعمل سيلكت عليهم، اختار امر موف، اجي هنا ادوس كنترول كده كده ماشي. طيب الشخصين حولتهم لجروب، يبقى ده جروب وده جروب وده جروب. لو جيت قررت اعمل حاجة اكبر من الجروب، يعني احط الجروب ده والجروب ده والجروب ده في حاجة معينة، اعمل سيلكت على كله، اعمل سيلكت عليهم كلهم وادوس كليك يمين، وانا هلاقي حاجة اسمها ميك كومبوننت، اختارها. اسم الكومبوننت سميه زي ما يعجبك، كرييت، بصوا كده اصبحت اكبر. فالشجرة دي لما عملت كليك يمين فهمت ان هي edit component. يبقى نفهم من ايه، اي حاجة بترسمها sketch وخلاص كبرتها، عملت عليها تعديلات push و pull وكل الكلام ده، عملت select عليها حولتها لجروب، يعني كانوا شخصين حولتهم لجروب، وانسخت من الجروب جروب تاني، وانسخت من الجروب التاني جروب تالت، ثم عملت select عليهم كلهم وقلت له حولها لي لكومبوننت. فالشجرة دي كومبوننت.
ده المبدأ الخامس اللي انت لازم تبقى فاهمه في برنامج السكتش اب. لو حابب نراجع تاني بسرعة القلم وانك هتعمل ايه بالقلم، ايدج ثم فيس ثم تعمل جروبس. بالنسبة للبلوكات برضو نفس الحكاية، الكلام اللي بيسير على الخطوط يقدر يسير على البلوكس. ده مبدأ مهم ولازم ارغي مع حضرتك فيه علشان نقدر نعمل كل الكلام ده. بعد كده اللي جاي هيبقى سهل، انت فهمت. طيب عملت سيلكت هنا، خليني اخش المساعد بتاعي واقفل كده، بقول له بالنسبة للمجموعة دي، مش المجموعة دي انا حولتها الكومبوننت، خلينا ننزل كده، خليني اعمل سيلكت على دولت واجي كده، عايزه يديني انفورميشن. لا ده خليه ظاهر بقى عشان ايه هيجنننا. لما عملت سيلكت على المجموعة دي فبيقول لي اللي انت عملتها دي اسمها ايه؟ كومبوننت. كومبوننت مجموعة جروبات من بعض، فعايز تبحث عنها تتأكد انها هنا اهي في حاجة اسمها انتيتي انفورميشن انفو. يبقى المساعد بتاعي ساعدني في اول حاجة، اي حاجة تعمل سيلكت عليها من هنا، لو انا عملت سيلكت على الشجرة دي فبيقول لي ان دي كومبوننت 3 ان موديل، كانت حاجة في الموديل بتاع حضرتك ده واسمها ومش عارف ايه وكل الداتا دي. يبقى كده المساعد بتاعي ساعدني ان انا عايز اعرف الديتيلز. لو انا عملت سيلكت على الارضية دي، عايز امسك حاجة تانية، بيقول لي ان ده مثلا ايدج او لاير طوله 2 متر وكذا، يعني فهمتوا بيساعدني الانفورميشن ده ازاي. وده المبدأ السادس، ان انت لو عايز تعرف اي حاجة عن اي شيء بتلاقيه في المساعد بتاع حضرتك الديفولت تري في حاجة اسمها Entity Information. أنا عارف قلنا المحاضرة مملة وتقيلة ونظرية، لكن يا حبيبي هي دي الأساسي، هو ده المبدأ اللي قايم عليه البرنامج. ما تبقاش حافظ، ما تفتحش البرنامج وتمسك القلم وتقعد ترسم وتسأل كتير، انت محتاج تتعلم صح النظري قبل التطبيق العملي، عشان ما تقعدش تتحوج لحد في المنتديات وتقعد تقول له والنبي اصل انا حصل لي كذا، انا محتاج اعرف كذا، انا محتاج فهمت. محدش بيساعد حد وكله بيعك، بتلاقي الردود اسوأ من السؤال، لان اللي بيرد عليك زيك مش فاهم. فمن فضلك المحاضرة انا عارف بتبقى مملة ورخمة بس نظرية ومهمة، اول محاضراتي في اي دورة بتكون كده مملة علشان تفهم الاساسيات. بيتهيالي بكده انا اديتك الاساسيات الاولانية اللي تقدر تبقى فاهم بيها، والتابس اللي موجودة قدامك التولز اهي كلها اللي انا مطلعها، سواء جبتها من هنا او خليتها قدامي، الدرو، اللاين، الخطوط، الشيبس، درو يعني شيبس لو عايز اعمل ريكتانجل، سيركل، بولوجون، حتى هو زي ما بقول المسميات، التولز، التعديلات اللي هتعملها، الويندو قلنا فيها المساعد بتاعي اللي انا سميته كده، انت سميه فوزي او سوسن، اخبار سوسن ايه. لو حضراتكم فاكرين المحاضرة اللي فاتت كويس هتفهموا كل كلامي وهتربطوه ببعض. المبدأ الاساسي هو القلم وازاي تمسحه، تعمل بي ايه وتوصل مجموعة العناصر بتاعتك اما جروب او كومبوننت، وانك توصل لها منين عن طريق هنا. كده انا اكتفيت، مش هكمل حاجة، من اول المحاضرة الجاية هبدأ اطبق الحاجات النظرية اللي شرحتها في المحاضرة الاولى والتانية. أشكركم لمتابعتكم وإلى اللقاء في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.